بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. موضوعنا يتعلق بنواقض التوحيد، وتكلمنا عن الناقض الأول وهو الناقض المتعلق بالشرك، وهذا الشرك المقصود به الشرك الأكبر، وهو قد يكون في توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات أو توحيد الألوهية. الشرك في توحيد الألوهية أو الشرك في الأكبر في توحيد الألوهية يتمثل في اعتقاد أن غير الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد، أو صرف شيء من العبادة لغيره. فهو إما أن يعتقد الإنسان أن أحدا غير الله يستحق أن يعبد، أو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول اعتقاد شريك لله سبحانه وتعالى في ألوهيته، فمن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالى يستحق أن يعبد مع الله، يستحق أن يعبد مع الله، سواء كان هذا الغير ملك من الملائكة ونبي من الأنبياء أو رجل من الصالحين والأولياء، أو كان قبرا أو كان وثنا أو كان حجرا، فمن اعتقد أن هذا الشيء يستحق أن تصرف له العبادة فهو داخل في هذا الشرك، سواء اعتقد أن في ذات الشخص أو أن ذات الشخص أو أن ذاك الحجر أو ذاك الولي هو المستحق للعبادة، أو انصرف لذاك الحجر أو الوثن، صرف له شيء من أنواع العبادة، فهذا يعتبر من الشرك في توحيد الألوهية، من الشرك في توحيد الألوهية. فبمجرد الاعتقاد أو بمجرد في بمجرد الاعتقاد سواء صرف العبادة كلها لهذا المعبود أو صرف بعضها أو اعتقد أنه يصرف بعضها، سواء عبد الله سبحانه وتعالى أو لم يعبد الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك داخل في الشرك، كل داخل في الشرك. ومن هذا النوع ما يدخل في باب التسمية، كأن يسمي الإنسان نفسه أو ولده أو أحدا باسم ينسب إلى المعبود، كأن يقال عبد الرسول أو عبد النبي أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد عمر ونحوه، فهذا لا يجوز، لأن فيه تعبيد لغير الله عز وجل. فإن اعتقد هذا المسمي أن هذا الاسم أو أن فلان هو عبد لفلان، نعم، ففي هذه الحالة هذا يعتبر شرك أكبر، وإلا كان من الشرك الأصغر. فلذلك ينبغي الحذر من هذه الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله سبحانه وتعالى، فالعبادة حق لله لا يجوز إلا له. النوع الثاني من أنواع الشرك في توحيد الألوهية صرف شيء من العبادة المحضة لغير الله سبحانه وتعالى. فالعبادات المحضة سواء كانت القلبية كالتوكل والمحبة والرجاء والخوف، أو القولية أو العملية أو المالية، كلها حق لله لا يجوز أن تصرف لغيره، فمن صرف منها شيئا لغيره فقد أشرك.
وهذا الشيء وهو صرف شيء من العبادة لغير الله له صور كثيرة يمكن حصرها في أمرين. الأمر الأول الشرك في دعاء المسألة، والأمر الثاني الشرك في دعاء العبادة. فالشرك يصرف، أو العبادة لغير الله تصرف على طريقين، الطريق الأول أن يكون ذلك في دعاء المسألة، والطريق الثاني يكون ذلك في دعاء العبادة. نأتي إلى الأمر الأول وهو متعلق بالشرك في دعاء المسألة. دعاء المسألة هو الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه بأن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يجب له شيئا محبوبا إليه مرغوب، أو أن يدعو في أن يرفع عنه شيء يخاف منه ويرهب منه ويحذر منه. فكأن يطلب الإنسان أن يوفق في حياته، وأن ينجح في امتحاناته، أو أن يدعو الله عز وجل أن يدفع عنه الضر أو المرض أو يشفي مرضه. فهذا كله دعاء المسألة، ويدخل في ذلك أي في دعاء المسألة الاستعانة، يعني أن يستعين الإنسان بالشيء أو بالله، أو أن يستعيذ به من شيء، أو أن يستغيث به سبحانه وتعالى، أو أن يستخيره سبحانه وتعالى في أمر. فهذه الأمور وهو الدعاء بما يشمل من أنواع الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة كلها داخلة في دعاء المسألة. والدعاء هو من أعظم العبادات، الدعاء هو من أعظم العبادات التي لا يجوز أن تصرف لغير الله عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم بين إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن ماذا؟ عن دعائي، عن دعائي. فجعل الدعاء من العبادة، بل الدعاء هو لب العبادة وهو أصل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال سبحانه يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فحكم على أن من يدعو غير الله ويستعين ويستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه فإنه يعتبر من الكافرين. فهذا الدعاء حق لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صرفه لغير الله. وصور صرف هذا الدعاء لغير الله كثيرة، منها أن يطلب العبد من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، ما لا يقدر عليه إلا الخالق. كأن يطلب من شخص أو من حجر أو من وثن أن يدخل الجنة، أن يدخل الجنة، أو أن يشفي مريضة، أو أن يرزق ذرية، أو أن يحصل له الخير الفلاني، أو أن يكشف عنه الشر الفلاني. فهذا المخلوق وهذا المعبود لا يستطيع أن يحقق لهذا الداعي هذه الدعوة، لأنه عاجز عن ذلك، هو صنم أو هو وثن أو هو ميت. فكيف تدعو شخصا لا يستطيع أن يستجيب لك؟ فطلب المخلوق أو طلب الشخص من المخلوق من الحجر والوثن أو النبي أو الملك شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من صرف الدعاء لغير الله عز وجل، وهذا لا يجوز، وهو شرك أكبر، وهو شرك أكبر. كان يدعو الإنسان نبيا أو وليا من الأولياء وهو ميت، كأن يدعوه أن يفرج كربه، أو أن يشفي مريضه، أو أن يدخل الجنة والعياذ بالله. فهذا كله في شيء مفترض أن يدعو به الخالق. وهؤلاء المساكين، هؤلاء أصحاب الشرك، هم
يعني تركوا الخالق الذي ينبغي أن يدعونه واتجهوا إلى هؤلاء المخلوقين المربوبين الضعفاء، وهذا من تلبيس إبليس عليهم. النوع الثاني دعاء الميت، دعاء الميت ومثله دعاء الغائب، والغائب هو الذي يكون حيا ولكنه ليس موجودا عندك. فهذين النوعين أنواع منتشرة، كأن يدعو الإنسان ولي من الأولياء أو من عباد الله الصالحين وهو ميت، يدعوه في أن يكشف كربته أو أن يشفع له عند ربه، فهذا كله من الأدعية التي لا تجوز. وكذلك دعاء الغائب الذي لا يسمعك ولا يدري ما تقول، فيدعوه الإنسان ويقول يا فلان يا عبد الصالح أوظف بحالي أو أكشف كربتي، طيب هذا المخلوق وهذا الذي تدعوه هو الآن غير موجود عندك، وإن كان قادرا على مساعدتك في هذه الحال ولكنه هو غائب، كيف يسمع صوتك؟ كيف يسمع صوتك؟ وكيف يستجيب لأمرك؟ إلا إذا كنت تعتقد أن هذا الشخص له شيء من إدراك الأصوات التي تنبغي لله عز وجل، أو أنه يطلع على الغيب، فيكون هذا الإنسان ما دعا هذا الدعاء إلا هو يعتقد أن هذا المدعو له شيء من خصائص الربوبية، أو له شيء من خصائص الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك علم الغيب. ومن ذلك أيضا أن يجعل بينه وبين الله تعالى وساطة في الدعاء، وساطة في الدعاء. وهذا النوع هو أصل شرك العرب الذي نزل فيهم القرآن، والذي النبي صلى الله عليه وسلم نزل وأرسل وبعث فيهم. فهم كانوا يزعمون أن هذه الأصنام التي يعبدونها إنما هي تماثيل لأقوام صالحين، فيتقربون إليهم طالبين منهم الشفاعة، فهم لا يعبدونهم، هم لا يعبدونهم ويطلبون منهم المغفرة والتجاوز عن السيئات، وإنما يطلبون منهم أن يكونوا لهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعبدونهم ويذبحون عندهم ويطوفون حول قبورهم، فإن سألته لماذا تفعلون ذلك؟ هل تعبدون؟ قالوا لا، إنما نحن نسأل منهم الشفاعة، فهم وسطاؤنا بين الله. فهم ظنوا أن الله عز وجل القريب المجيب العظيم الحليم أنه مثل ملوك الأرض، يحتاج إلى شيء من الواسطة حتى يصل العبد إليه، فيستعين بقريب الأمير أو جليس الأمير أو حاجب الأمير والملك والسلطان حتى يدخل على هذا السلطان. فإن أرضى هذا الحاجب وهذا الحارس أو هذا الوزير فإنه سيرضي هذا الملك وهذا السلطان. فقاس الله عز وجل على الخالق، تعالى الله وتقدس. ومن المعلوم أن الله عز وجل ليس بينه وبين العبد شيء، وأنه أقرب إلى العبد من كل شيء. فالله عز وجل قريب من عباده، وقد وسع سمعه للأصوات، وعم بصره الكائنات، فلا يغيب عنه شيء ولو اجتمع الإنس والجن والأولون والآخرون في صعيد واحد فسألوه لسمعهم وأجابهم وحقق لهم ما يريدون. فالله عز وجل أقرب من عباده من هؤلاء المعبودات، ولكن هذا حال الشرك وحال الشياطين وكيف زينت لهؤلاء. الأمر الثاني من أنواع الشرك، الشرك في دعاء العبادة، الشرك في دعاء العبادة، وهو أن يعبد، ودعاء العبادة هو عبادة الله بأنواع العبادات القلبية
والقولية والفعلية كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل وغيرها. فهذه العبادات سواء كانت قلبية أو قولية أو فعلية يصرفها الشخص إلى غير الله عز وجل، إلى غير الله عز وجل، كأن يحب مخلوقا مثل محبته أو أشد من محبته لله، أو أن يخاف منه مثل أو أشد من خوفه من الله، أو أن يتوكل على هذا المخلوق، أو أن يعتقد فيه ويفوض أمره إليه، أو أن يصلي أو يذبح إليه. فهذه العبادات حق لله لا تصرف إلا له، فإن صرفها لغيره فقد أشرك. وسمي هذا الشرك بدعاء العبادة، مع أن هذه عبادة وليس دعاء، وذلك لأن العابد لله عز وجل في هذه العبادات هو طالب وسائل لله عز وجل في المعنى، أي في الداخل. فالإنسان الذي يصلي لماذا يصلي؟ هو يسأل الله المغفرة، وهذا الذي يصوم يسأل الله عز وجل يتجاوز ذنبه. ففي هذه العبادات صحيح أنها عبادات، ولكنها متضمنة لمعنى الدعاء، فهو عابد في الظاهر وداعي في الباطن. فهذا المراد بالشرك في دعاء العبادة. نأتي الآن إلى بعض الأمثلة التي تتعلق بهذا النوع. أمثلة على الشرك في توحيد الألوهية وما يتعلق بدعاء العبادة، من ذلك الشرك في الخوف. والخوف ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية، ليس كلها شرك أكبر، ولكن بعضها قد يكون مباح وبعضها قد يكون محرما. فالخوف من الله عز وجل، فالخوف من الله عز وجل، كون العبد يخاف من الله عز وجل، يخاف ذنوبه، يخاف تقصيره، يخاف أنه لا يفي بحق الله سبحانه وتعالى، فهذا خوف السر، وهو خوف واجب وأصل من أصول العبادة، وقد سبق، وأصل من أصول العبادة كما سبق. فهذا يجب على العبد أن يخاف من الله عز وجل، وينمي في قلبه هذا الخوف، ولأنه إذا خاف من الله عز وجل التزم بدين الله عز وجل، فأدى الواجبات وامتنع عن المحرمات وابتعد عن كل شر وأقبل على كل خير، لأنه يخاف أن الله عز وجل يغضب عليه، يخاف أن الله عز وجل يحاسبه، يخاف من الحساب، يخاف من القبر، يخاف من العذاب، يخاف من النار، يخاف يوم الحشر، يخاف من سوء الخاتمة. فهذا الخوف مطلوب، وهذا الخوف من الأشياء التي تجعل الإنسان دائما حذرا في حياته ومقبلا على الله عز وجل بعبادته. النوع الثاني الخوف الجبلي، يعني الخوف الطبيعي، يسمى الطبيعي، وهو أن يخاف الإنسان من عدو أو من سباع، أو يخاف من النار، أو يخاف من الغرق، أو يخاف من العدو القادر على البطش به. فهذه أشياء يعني قد توجد، والإنسان قد يخاف منها إذا وجدت الأسباب الحقيقية. إذا وجدت الأسباب الحقيقية فهذا لا بأس به، أن يخاف الإنسان من شيء يخاف منه في العادة، وكأن يخاف من سبع ضار عليه، أو من عدو غاشم يقتحم عليه، فهذا الإنسان معذور في الخوف منه. النوع الثالث الخوف الشركي، والمقصود به هو أن يخاف من مخلوق خوفا مقترن بالتعظيم والخضوع والمحبة. فيجمع الإنسان بين هذا الخوف وبين التعظيم لهذا الذي يخاف منه ويخضع له ويحبه. ومن ذلك حال أهل الأوثان والأصنام، فهم يخافون
منها خوفا ذريعا، حتى أنهم يذلون ويخضعون وينكسرون بين يدي هذا الصنم، ويشعرون بشيء من المحبة لهذا الصنم، فهو خوف ممزوج بشيء من التعظيم والمحبة والخضوع والخنوع ولهذا الصنم. وهذا الشيء وهو الخوف الذي يكون فيه التعظيم وفيه المحبة والخوف والخضوع والذل لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك والعياذ بالله أكبر. النوع الرابع من أنواع الخوف هو الخوف الذي يحمل الإنسان على ترك شيء واجب عليه أو على فعل شيء محرم، وهذا الخوف خوف لا يجوز، محرم، كمن يخاف من إنسان حي أن يضره في ماله أو بدنه، فهذا خوف وهمي، فالإنسان لا يستطيع أن يقدم أو أن يلحق بك يعني يلحق بك شيئا يضر بك إلا بإذن الله عز وجل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه، فلا تخافهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فينبغي للإنسان أنه مهما بلغ هذا الذي أمامه وهذا العدو الذي أمامه من قوة أن لا يخاف منه، فلا يمنعه من فعل الواجبات أو أن يترك المحظورات، فإن فعل المعاصي إرضاء لهذا المخلوق أو ترك الواجبات إرضاء لهذا المخلوق فيكون قد ماذا؟ قد فعل فعلا محرما، قد فعل فعلا محرما، وهذا لا يجوز، وقد يصل به الحد إلى الشرك إن فعل ذلك على وجه التعظيم ووجه المحبة والخضوع والخنوع لهذا المخوف منه. ففي هذه الحالة قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك، الخوف الشركي، الخوف الشركي. وينبغي الإنسان أن يعظم خوفه بالله، فإذا خاف من الله عز وجل هان عليه كل مخلوق، هان عليه كل مخلوق، لأنه يعلم ما من كبير وما من عظيم وما من سلطان وما من جيش وما من قوة وما من أشياء عظيمة إلا الله عز وجل فوقها، وإلا الله عز وجل قادر على إزالتها بكلمة واحدة. فعلى أي شيء يخاف الإنسان منه؟ يخاف من ماذا؟ يخاف الإنسان أحيانا أن يفصل من وظيفته، يخاف الإنسان أحيانا أن يعني يفصل من دراسته، يخاف الإنسان مثلا أحيانا من يفصل من عمله ورزقه، فالأرزاق بيد الله عز وجل، فإن كان هذا المخلوق منعك الرزق في مكان فالرزق الله عز وجل يفتحه لك في أماكن أخرى، وإن لم تحصل العلم في هذا المكان ستحصله في مكان آخر. فينبغي الإنسان أن لا يقدم رضا المخلوقين على رضا الخالق، فمن التمس رضا الله بل التمس برضا المخلوقين برضا الخالق سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله ومن التمس رضا الله دون رضا المخلوقين رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا بالنسبة يتعلق بالشرك في الخوف. هناك نوع آخر من الشرك وهو الشرك في المحبة، الشرك في المحبة، وهذه المحبة كما في الخوف قد تكون أحيانا مباحة، قد تكون أحيانا واجبة، قد تكون أحيانا محرمة أو شركية. فالمحبة الواجبة هي محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الله ومحبة ما يحبه الله عز وجل من العبادات والأعمال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ماذا؟ يحببكم الله. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذه المحبة ومحبة الله عز وجل هي أحب إلينا من كل شيء، أحب إلينا من أنفسنا، وأحب لنا من أزواجنا، وأحب لنا من أولادنا، وأحب لنا من إخواننا، وأحب إلينا من والدينا وعشيرتنا وأموالنا. فهذه محبة واجبة يجب أن تصرف لله
سبحانه وتعالى. وعمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إنك لأحب إليهم كل شيء إلا من نفسي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ونفسك يا عمر، ونفسك يا عمر، قال أنت الآن أحب إلي من نفسي. فالإنسان يستطيع أن يغير محبته إذا كانت لغير الله أن يجعلها لله سبحانه وتعالى، ويقرب الإنسان من الله عز وجل بقدر قربه لمحبته من الله. المحبة الثانية هي المحبة الطبيعية، وهي هذه محبة مباحة، كمحبة الإنسان لوالده، محبة الزوجين أحدهما للآخر، محبة الإنسان لصديقه، محبة الإنسان للمال أو للثراء أو للسعادة أو الصحة ونحو ذلك. فهذه المحبات لا إشكال فيها، فهذه المحبات لا إشكال فيها، بشرط ألا تصل إلى درجة محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، بشرط ألا تصل إلى محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك بشرط ألا يكون بها شيء من التعظيم والخضوع والذل الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة ذكر الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، وقال سبحانه: وإنه لحب الخير لشديد. فبين أن الإنسان يحب المال، وتحبون المال حبا جما. فالإنسان يحب أولاده ويحب أهله ويحب زوجه ويحب ماله، ولا هذه المحبة محبة طبيعية لا إشكال فيها، ولكن بشرط ألا تصل إلى محبة الله أو تساوي محبة الله أو تفوق محبة الله. بعض الناس ربما يصل به محبة هذه الأشياء إلى، والعياذ بالله، إلى ماذا؟ إلى الشرك، كما سيأتي في الصورة الثالثة والنوع الثالث والمحبة الشركية، وهي أن يحب مخلوقا محبة ماذا؟ مقترنة بالخضوع والتعظيم. وهذه محبة العبودية التي لا يجوز صرفها لغير الله. متى تعرف أن هذه محبة شركية؟ إذا كانت هذه المحبة تفوق محبة الله عز وجل ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو تساويها، أو كانت هذه المحبة مقترنة بالخضوع والتعظيم، مقترنة بالخضوع والتعظيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فسماه عبدا للدرهم، كيف كان عبدا له؟ كيف كان عبدا له؟ إلا بمحبته، فهو حب هذا الدرهم أحب أكثر من حبه لله، فأصبح هذا الدرهم يصرفه عن كل واجب ويقربه من كل معصية. فإذا تعارض محبة هذا الدرهم مع محبة الله، قدم محبة هذا الدرهم على الله، وهذا والعياذ بالله قد يصب الإنسان إلى الشرك. ومن أنواع هذا المحبة التعلق بغير الله عز وجل، التعلق غير الشرعي، كأن يحب الإنسان شخصا مخلوقا مشهورا نجما في غناء أو في كرة أو في لهو أو في أي شيء من ذلك، فيحبه محبة فيعلق صوره ويحفظ بذكرياته ويلصقها على جداره أو يحفظها في جهازه ويتذكرها دائما في كل أوقاته، ويقلب بين هذه الصور في هذا المحبوب وهذا المعشوق ويتذكره دائما، فإذا صلى تذكره، وإذا قام تذكره، وإذا نام تذكره، وإذا فعل ما فعل، كل ذلك يتذكر هذا المخلوق. بل ربما بعضهم يصير له شيء من التعظيم والخضوع لهذا المخلوق، كما أن أحد هؤلاء الساخطين لما كان يمشي في أحد الأماكن والناس متجمهرة عليه، تساقط النساء أمام قدميه، فأخذ يمشي عليهن واحدة تلو الأخرى، ذلة وخضوع وخنوع لهذا الشيء، لهذا الإنسان البسيط، لهذا الإنسان الحقير.
فيخضعون وينقادون له، فهذه المحبة تصل. وبعضهم لما غابت حبيبته ومعشوقته جن، فلما جاءت وأقبلت إليه خضع تحت قدميها وسجد لها، فكانت آخر سجدة يسجدها لهذه البغي. فالمحبة لا بد أن تكون بقدر، فإن صار فيها شيء من الخضوع والخنوع والذل والانقياد والتعظيم والإكبار لهذا المحبوب، فإنه يصب الحال إلى قضية والعياذ بالله الشرك. ولذلك فليحذر الشباب خاصة من هذه القضية، قضية المحبة. ربما الإنسان يبتلى بشيء من العشق، سواء كان هذا المعشوق يبادله نفس الشعور أو لا يبادل نفس الشعور، وسواء كان هذا العشق من خلال شخصية يراها ويجالسها، أو من شخصية ربما يشاهدها في الصور أو في التلفاز فيتعلق قلبه بها، فهذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك. ولذلك ينبغي الحذر، كل الحذر من هذه القضايا ألا تستولي على قلوبنا. وحتى أن بعض المتابعين للكرة ربما لشدة المتابعة وشدة الفرط والحبة لبعض هؤلاء اللاعبين، ربما أن يقال في حق هذا معبود الجماهير، وقال بعضهم هذه الكلمة معبود الجماهير، يعني أن الجماهير تعبده والعياذ بالله. فهذه الكلمة خطيرة، وربما تكون شركا أصغر، وهي كذلك باللسان، ولكن إن اعتقد أن فعلا أن هذه الجماهير وهذه الجموع هي فعلا عبدة تنخضع وتنخنع وتحب وتعظم هذا المخلوق، فلا شك أن هذا من الشرك الأكبر. النوع الآخر من أنواع الشرك في الرجاء، وسبق معنى الرجاء، وهو أن يرجو الإنسان من الله عز وجل جلب نفع أو دفع ضر، وهو حق خالص لله، وهو أصل من أصول العبادة، كما في الخوف وكما في المحبة. فهذا النوع وهو الرجاء لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدا، أو أن يرجو منه أن يشفي بإرادته، فهذا المخلوق كيف يرزقك الولد وكيف يشفيك وهو أصلا لا يستطيع أن يرزق نفسه، ولا يستطيع أن يشفي نفسه، ولا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه، ولا يستطيع أن يجلب الخير لنفسه، فهو عبد لله عز وجل، فكيف وهو مخلوق لله عز وجل، فكيف تلتجئ إليه، فكيف تلتجئ إلى هذا المخلوق. ومن أنواع الشرك أيضا الشرك في حال الصلاة أو السجود أو الركوع، كمن يصلي لغير الله، كمن يصلي لقبر أو يصلي لوثن أو يصلي لقبر من القبور أو ملك من الملائكة، أو يسجد أو يركع أو ينحني لمخلوق محبة وخضوعا وتقربا إليه، فهذا شرك لا يجوز، هذا الشرك لا يجوز، وهو شرك أكبر بإجماع أهل العلم. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة والذبيحة هي لله عز وجل، لا يجوز صرفها لغيره، فلا يجوز السجود لأحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحيح أن السجود تعظيما كان جائزا في الأمم السابقة، ولكن لما جاءت هذه الرسالة التي تحمي جناب التوحيد، نهى الشرع عن السجود الانحناء لغير الله عز وجل. فإن يعني كان مع الانحناء أو كان مع هذا الركوع والسجود لهذا المعظم محبة وتعظيم وخضوع له، فإنه يكون شركا أكبر، فإنه يكون شركا أكبر. كم رأينا من مشاهد، كنا يعني أحيانا يعني
يعني يغيب عن بالنا أو نستبعد مثل هذه الصور، ولكن وجد أناس الآن في هذا الزمن، زمن التحضر، زمن التقدم، من يسجدون لأناس مثلهم وينبسط، يسجدون على أقدامهم ويتبركون بهم ويعظمونهم ويذلون بين أيديهم. كل هذا من الشرك الذي عم وطم في كثير من بلاد الإسلام. ومن أنواع أيضا الشرك، الشرك في الذبح، الشرك في الذبح. والذبح في أصله لله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ويعتريه أحكام، قد يكون شركا وقد يكون محرما وقد يكون يعني مباحا. فإذا ذبح الإنسان الحيوان المأكول اللحم تقربا إلى الله سبحانه تعظيما، كحال الهدي والأضحية والعقيقة وهدي التمتع ونحوها، فهذا مشروع عبادة، ومن أجل العبادات ومن أجل القربات، كأن يذبح الإنسان هذه الذبائح وهو يريد العبادة لله عز وجل في مكانها، في يعني وقت الأضحية وقت الهدي وقت العقيقة وزمانها، فهذا لا شك أنه من العبادة، وهو أمر يعني يتقرب العبد به إلى الله عز وجل. ولذلك أعظم شيء يعني يتقرب به إلى الله عز وجل في يوم عيد الأضحى هو ذبح الأضاحي، فهي قربة وشيء عظيم وعبادة جليلة شرع الله عز وجل على يد عبده وخليله إبراهيم، ثم تتابع الناس من بعده. الحالة الثانية هو ذبح الحيوان المأكول للضيف، يأتي لك ضيف وتولم له وليمة، أو من أجل عرس، أو من أجل يعني أحد قدم إليك، فهذه أمور قد تكون مستحبة وقد تكون يعني واجبة على حسب حال هذا الأمر، فهذا لا إشكال منه ولا إشكال. ولكن الإنسان لما يذبح للعرس أو يذبح للضيف هو لا يقصد التعظيم لهذا الضيف أو لهذا العرس، وإنما هو من باب إكرام هذا الضيف، فجاء بعجل ماذا؟ سمين، فقربه إليه، فهو من باب الإكرام لهذا الشخص، فهو ذبح أول لله عز وجل، وكان ثانيا من أجل أن يطعم من هذا الضيف هذا اللحم. كذلك ذبح الحيوان الذي يأكل لحمه من أجل الاتجار ببيع لحمه، أو فرحا عند سكن بيت ونحو ذلك، فهذا الأصل فيه أنه مباح، فهذا الأصل فيه أنه مباح. إنسان جمع أشخاصا وأولى ما لهم أو أهل بيته فذبح لهم من أجل الأكل أو من أجل أن يتاجر بهذا اللحم ويستربح من ثمنه، فهذا لا، والأصل في ذلك الجواز والإباحة ولا إشكال في هذا. أما الذبح الذي فيه الإشكال الذي يكون قد يكون شركا، فهو أن يذبح تقربا إلى مخلوق وتعظيم له وخضوعا له، فهذا عبادة، فهذا هو العبادة، كأن يقرب إلى صنم أو إلى وثن أو إلى قبر نبي أو إلى الجن، كحال بعض الجهلة إذا سكن الإنسان بيتا يقولون له ماذا؟ يقولون له حتى تطرد الشياطين لا بد تذبح عند عتبة الباب حتى تطردهم. فالذبح هنا من أجل ماذا؟ من أجل الشياطين والجن، وهو يذبح باسم هؤلاء الشياطين ومن أجله، فهذا العياذ بالله الشرك، قد يصل الشرك أكبر إن اعتقد أن هذا هو للشياطين، أن اعتقد أن هذا للشياطين وأن هذا حق لهم، أو صادف ذلك تعظيم في قلبه ومحبة، لا شك أن هذا شرك أكبر. كذلك من هذا النوع أن يذبح الإنسان إذا رأى هذا المخلوق، أو أن إذا جاء يعني
شريف أو عظيم لبلد، فيذبح الناس هذه الذبائح في سياق قدومه وفي سياق مجيئه فقط، ليس من أجل الإكرام والإطعام للضيف، لا، من أجل إزهاق هذا الدم على مرمى على مرأى من هذا الضيف، فيذبحون المئات ومن الذبائح فقط لقدوم هذا الشخص، لقدوم هذا الشخص، والعياذ بالله. هذا قد يصل إلى قضية الشرك، قد يصل إلى قضية الشرك إن صادف ذلك تعظيما له وخضوعا وقيادة ومحبة لهذا المخلوق، فهذا والعياذ بالله تصل إلى قضية الشرك. في فرق بين شخص يعني يذبح لضيف قدم إليه، يذبح لذبيحة ثم يأتي بهذا الطعام إليه، فرق بين إذا دخل هذا الضيف للبلد فتذبح الذبائح تحت قدميه وفي حال سيره، فهذا قد يكون فيه شيء من التعظيم والخضوع لهذا المعظم. ومن أنواع الشرك، الشرك في النذر والزكاة والصدقة. والنذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بعبادة غير واجبة عليه بأصل الشرع، كأن يقول لله علي صوم يوم كذا، أو لله علي أن أتصدق بكذا، سواء قيد ذلك بشرط كأن يقول لله علي أن أصوم يوما إذا نجحت أو رزقت بولد أو أطلق ذلك. فهذه النذور لا تجوز إلا لله عز وجل، وهو عبادة من العبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. فمن نذر لمخلوق كأن يقول لفلان أو للصنم أو لهذا الوثن أو لهذا القبر مثلا، علي نذر أن أصوم يوما، سواء كان معلق بالشرط أو أن يقول إذا نجحت أو إذا تحققت دعوتي أو استجيبت دعوتي لله علي أن أتصدق لهذا القبر، لفلان علي أن أتصدق بكذا على الفقراء. فهذا لا يجوز، وهو محرم باطل، ومن فعله يعني فقد أشرك شركا أكبر إخراجا من الملة. لماذا؟ لأن النذور لله عز وجل ويوفون بالنذر، فالنذر لله عز وجل لا يجوز صرفه لغيره. ومن ذلك أيضا الشرك في الصيام، كأن يصوم الإنسان أو يحج وهو ليس قصده بذلك الله عز وجل، وإنما يقصد الصوم للمخلوق من أجل المخلوق. فمن تعبد في هذه العبادات الصيام الصلاة الحج الزكاة لغير الله عز وجل فقد أشرك شركا أكبر. ومن ذلك أيضا الشرك في الطواف، والطواف هو عبادة من العبادات، أن يطوف الإنسان حول الكعبة، فمن طاف حول الكعبة وهو يريد بطوافه فلان ولا يريد الله عز وجل فقد أشرك. وكذلك من يطوف بقبر نبي أو عبد من عباد الله عز وجل فهو أيضا أشرك شركا أكبر. ونرى مظاهر يعني في حال عند المسجد النبوي، أن بعض الجهلة يبدون يعني يحاولون أن يطوفوا حول القبر، وإن كان هذا ممتنع بحسب الجدران ونحوه، لكنهم يأتون بنصف طواف أو جزء من الطواف ويعتقدون أن هذا الطواف ينفعهم، ولا شك أن هذا الشرك. الطواف عبادة لا تجوز صرفه إلى غير الله. كيف تطوف بقبر هذا النبي؟ كيف تجوز لك أن تفعل شيئا ما أذن الله عز وجل به؟ فالطواف إنما يكون بالكعبة، ثم إن الطواف بالكعبة يجب أن يكون لله عز وجل. وهؤلاء في غالب الأحوال أنهم إذا طافوا حول القبور أو حول قبور الأنبياء أو التجأوا إليهم، فإنهم يدعونهم ويتوسلون إليهم ويسألون منهم الشفاعة والدعاء واستجابة الدعوات، فظنوا بهم ظنا لا يصح ولا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. النوع الآخر الشرك بعبادة الشياطين، وذلك بأن يعبد الإنسان الشيطان نفسه. والآن ظهرت بعض الفرق من هي تسمى بعبدة الشياطين، يعبدون الشيطان ويتقربون إليهم ويفعلون أفعالهم ويتصفون بأشنع الأوصاف، ويعني
يلتزمون بالقبائح من الأمور والأفعال، فكل ما يحبه الشيطان يفعلونه، كل ما يبغضه الشيطان يبتعدون عنه. فلا صلاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد، وإنما هي موبقات وقاذورات مما تحبه الشياطين. وكذلك شرك السحرة، ومنهم الكاهن والعراف ممن تخدم الشياطين. فهؤلاء ما فعلوا هذه الأفاعيل، أقصد الساحر والكاهن والعراف، إلا وهو قد صرف شيئا من العبادة لغير الله، لهذا الكاهن، لهذا الشيطان أو لهذا الجن. ولذلك فالساحر ما خضعت له الشياطين وأخبرته بالأمور واستجابت لأمره يعني خوفا منه، وإنما لأنه تقرب إليهم بعبادات. فبعضهم من يصلي للشياطين، بعضهم من يذبح لها، بعضهم من يدعو لها، وبعضهم من يفعل أفعال قبيحة في هذا الأمر حتى ترضى عنه الشياطين والعياذ بالله. فالشيطان حريص كل الحرص على إضلال بني آدم، فيطلب من هذا الإنسان الذي يتعلم السحر، حتى يتعلم السحر وحتى يستجيب الشيطان له، أن يترك الدين وأن يقدس الدين. فيأمره بتمزيق المصحف، ويأمره عزكم الله بوضع المصحف بالنفايات أو المراحيض والعياذ بالله. وكم شاهدنا من هذه المشاهد كلها تدل على بعد هؤلاء، كل البعد عن دين الله عز وجل. فالساحر ما سحر، والكاهن ما تعلم الكهانة، إلا وفي الغالب أنه ماذا فعل أشياء من الكفريات حتى رضيت عنه الشياطين وصار تبعا من أتباعهم، فلا يستجيبون له هكذا، إنما يستجيب له بمقابل، وأعظم مقابل هو الشرك. ولذلك هؤلاء يكفرون أولا ثم يسحرون ثانيا، وكذلك يعلمون أتباعهم من الذين يريدون يسحروا لهم و يعني ينفذون لهم بعض الأمور التي يطلبونها، فيطلبون منهم أن يذبحوا شيئا أو يذبحوا حمامة أو دجاجة ولا يذكروا اسم الله عليها، أو يذكروا اسم كذا وكذا من الشياطين، أو يضعوا هذا الشيء في أعناق هذه الدواب أو هذه الطيور، كل ذلك من باب التقرب لهذه الشياطين. وما كفر سليم ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهؤلاء يعلمون الناس الكفر والعياذ بالله، يعلمون الناس البعد عن دين الله عز وجل، والتقرب لهؤلاء الكفرة من الشياطين، من شياطين الإنس وشياطين الجن. أما ما يتعلق بحكم الساحر، فقد جاءت النصوص الشرعية مصرحة في أن الساحر كافر، وصرحت بكفره، وذلك لأمرين. الأمر الأول لأنه يعبد الشيطان ويعبد الجن كما في بعض الأحوال، وأحيانا يفعل أمور كفرية إرضاء لهم، كأن يذبح لهم أو أن يصلي أو يسجد لهم أو أن يهين المصحف أو أن يستهزئ بالدين أو أن يفعل شيء ما من شأنه أن يكون به كافرا. والله عز وجل قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: واتبعوا ما تتلى الشياطين على ملك سليمان وما كفر الشياطين، ولكن الشياطين ماذا كفروا، لماذا؟ يعلمون الناس السحر، فحكم عليهم بالكفر، وذلك لتعليمهم للسحر. وقال في آخر الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من ايش؟ من خلاق، أي من نصيب، فليس لهم في الآخرة شيء، فهم والعياذ بالله في النار، وهم كفار. وقد أجمع أهل العلم على أن تعلم السحر وتعليم والعمل به هو من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع في السبع الموبقات، إلى رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر الحديث. فجعل السحر بعد الشرك، لأن السحر في كثير من الأحيان لا يكون إلا بالشرك،
لا يكون إلا بالشرك. وللأسف في كثير من بلاد الإسلام ينتشر السحر في انتشار كبير جدا، حتى إنهم يعقدون الجلسات ويتجمع المئات حول شخص، كل ذلك بهدف ماذا؟ السحر. ثم هؤلاء يأتون إلى بلادنا بشكل عمالة أو بشكل خدم في منازلنا وبيوتنا، وهم قد تعلموا واقتبسوا شعبة من شعب السحر والعياذ بالله. فالإنسان يتفطن لهذا ويتفطن لهؤلاء، خاصة ممن يأتون من البلاد التي يكثر بها السحر، أنهم تنتشر بهم، وأنهم ربما بعضهم يكون سحرة، أو بعضهم يستعين بالشياطين، أو بعضهم له اتصال بأحد السحرة في بلاده. فالإنسان يحذر كل الحذر من هؤلاء. حكم الساحر أنه يقتل، وقد حكم عمر الخطاب وأمر بقتلهم كل ساحر وساحرة، وكذلك عثمان بن عفان، وكذلك حفصة وجمع من الصحابة، فأجمع الصحابة على قتل هؤلاء السحرة. أما الذهاب إلى هؤلاء السحرة لطلب العلاج والسؤال عن شيء مما يريد الإنسان معرفته، فهو محرم كبير من الكبائر الذنوب. فإن ذهب لهؤلاء لهذا الأمر، فإن صدقهم بما يقولون فإنه قد يكون قد خرج من الملة. والإنسان لا يقول أنا أريد أن أذهب وأستعلم لن أصدقهم، فالإنسان إذا رأى هذه الأشياء منهم ربما يفتن ويصدق، والتصديق أمر قلبي، قد الإنسان لا يفطن له، وبالتالي يقع في الشرك الأكبر. لذلك يحذر كل الإنسان الحذر من السماع لهؤلاء والجلوس والنظر فيهم، لأن أعمالهم أعمال وأعمال سحرية وأعمال كفرية. ومن أعمال السحرة في سحرهم أعمالهم كثيرة، ومن هذه الأعمال التي يعملونها إيصال السحر إلى المسحور، إيصال السحر إلى المسحور، وذلك يكون غالبا من طريق النفث والربط في العقد، ويستخدم ريقة وخيوط يعقدها ثم ينفث فيها، وهذا الذي قال الله عز وجل فيه: ومن شر النفاثات في العقد. فهو إذا سحر عقد ونفث على هذه العقد، فيربط عقدة عقدة حتى يشد من قوة تأثير هذا السحر والعياذ بالله. ومن أشهر هذه الأضرار التي تترتب على هذا الأمر قضية الصرف والعطف، وما يتعلق بالمحبة مثلا من الزوج لزوجها، أو محبة الشخص لشخص آخر. والصرف هو صرف مثلا الزوج عن المرأة، والعطف هو عطفها وجلبها إليه، يسمى التولة. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرقى والتمام والتولة الشرك. فهذا لا يعفي الإنسان من كون هذا الشرك. بعض النساء تذهب إلى ساحر تطلب منه أن يعطف زوج قلب زوجها إليها، وما تدري المسكينة أنها عطفت الشرك إلى بيتها وإلى نفسها، وقعت في الشرك والعياذ بالله. فهذا من أشهر ما يعمله السحرة، أنهم إما يعني يفرقون بين الزوجين، أو يعطفون بينهم ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وماذا؟ وزوجه، حتى ولو ادعوا أنهم يجلبون الزوجين أحدهما للآخر ويحسنوا العلاقة، فهو كذب ودجل. وقد حكم الله عز وجل على هؤلاء أنهم أكثرهم كاذبين، وهؤلاء فسقة لا يريدون الإصلاح بين الزوجين، وإنما يريدون الإفساد بينهم. كما جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان ينصب يعني ويجلس على البحر، فيأتيه الشياطين واحد تلو آخر يجتمعون معه، فيقول أحدهم: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما فعلت اليوم شيئا. ثم يأتي الآخر فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: كذا وكذا، يقول: ما فعلت شيئا. ثم يأتي الآخر ويقول: ما زلت بي حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول فيضمه الشيطان الأكبر لهذا الشيطان الأصغر، ويقول: أنت يعني أنت الشيطان الذي ينبغي أن يوقر وأن ينبغي يعظم، لأنك فعلت ما لم يفعله الآخرين. فهو حريص من كل الحرص على الإفساد بين الزوجين، فكيف يثق بكلامه أنه يريد
جلب محبة الزوجة لزوجها أو الزوج لزوجته، فهذا كله هراء وكله كذب وكله دجل. وإن حصل يعني زمنا فإنه لا يستمر، وإن حصل شيئا فإنه يفسد أكثر مما يصلح. ومن ذلك أيضا من إيصال السحر للمسحور إصابة المسحور بالمرض، إصابة المسحور بمرض عن طريق تلبس الجن بالمسحور ونحو ذلك. الطريقة تلبس الجن بالمسحور ونحو ذلك. هذه الأمور وهي إصابة المسحور بالمرض أو بالصرع أو بشيء من التخبط، يرسلون إليه بعض الشياطين فتتلبس به بعض الجن، وهذا التلبس قد يكون مصدره الجن ومصدره السحر. ولذلك أحيانا في حال الذين يصرعون ويتلبس بهم الشياطين قد يكون السبب في ذلك السحر، قد يكون السبب في ذلك السحر. وهذه أمور خفية وأمور لا يعلمها أحد من الناس، وبعض الذين يدعون القراءة ويقولون عن الشخص أن هذا مسحور وهذا معيون وهذا كذا، هذا الجزم بهذه الطريقة هذا لا يصح ولا يجوز، لأن لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول استدل بذلك بعلامات، العلامات هذه قد تكون مشتركة بين هذا وهذا، فربما الإنسان يقول ربما يكون فيه سحر، ربما يكون فيه تلبس، ولكنه لا يجزم بهذا. وربما هؤلاء ليس أساسا بهم لا سحر ولا مس ولا تلبس، وإنما هي أمراض نفسية، أمراض عضوية، ربما يعرفها أطباء النفس، وليس لها علاقة بالسحر وليس لها علاقة بالمس. فينبغي عدم تكبير القضاء أكبر من حجمه. نعم، نحن نؤمن في السحر ونؤمن بتلبس الجن الإنس، ولكن ليس معنى هذا أن كل حادثة تربط بهذه القضية، فيجعل الإنسان يشك في من معاه ويشك في الخدم الذي في بيته ويشك في كل شيء. نعم، أخذ الحذر مطلوب، ولكن إدخال الوسواس للنفوس حتى الإنسان ربما يمرض من شدة الوسواس، فيكون لم يصبه لا مرض عضوي ولا مرض نفساني وروحاني، وإنما هي أوهام وشكوك جعلت من هذا الشيء الذي ليس بشيء أساسا، جعلت منه شيئا يسيطر على تفكيره وأصابته بالوهن والضعف. ومن ذلك طرقهم وأعمالهم هؤلاء السحرية أنهم يدعوا علم الغيب عن طريق التنجيم، فهم يتصلون بعلم التنجيم والأفلاك ويأخذون من خلال هذه الأفلاك والبروج ماذا سيحدث لك، أو ماذا سيكون مصيرك، وماذا سيتحقق لك في اليوم الفلاني، وماذا يكشف لك من غطاء في الأيام المستقبلة، من تتزوجين، من وتذهبين إلى أين، إلى غير ذلك من الأشياء التي يستخدم بها عن طريق التنجيم وقد سبق. كذلك دعوا علم الغيب عن طريق ضرب الحصى وقراءة الكف أو الفنجان، كلها أمور من الدجل واستخدام السحر في ذلك والاستعانة بالشياطين. خداع الساحر من يأتيه إليه بإقناعه بأن الجن يطيعونه وأنه يشفي على أيديهم، أنه سيشفي على أيديهم. قد يفعل الساحر بإعانة من الجن بعض الأمور الخارقة للعادة، كأن يطير مثلا، أو يسير في الماء أو يمشي في الماء ولا يغرق، أو أن يدخل في الزيت أو يدخل في النار ولا يحترق. حتى أن بعض هؤلاء الدجالين في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول أنا من الأولياء ومن الصالحين، ويدعي أنه يدخل في النار ولا تؤذيه، وكان يبهر الناس بهذه القضية. فأتاه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال له أنا أقبل أن أتحدى معك، بس بشرط أن ندخل أنا معك في هذه النار بعد أن نغتسل بالماء الحار والخل، بعد أن نغتسل بالماء الحار والخل. لماذا؟ لأن الماء الحار والخل يزيل ما بأجسادهم من مواد. كانوا هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجاجلة كانوا يضعون على أجسادهم مواد كيميائية تمنع الاحتراق وتمنعهم من الاحتراق، فيدخلون النار ولا يتأثرون، فيخيل للناس أنهم أولياء. فقال شيخ الإسلام أنا لا أريد منك أن تدخل في النار، أريد منك أن تضع أصبعك
على فقط على هذه الشمعة، ولكن بشرط أن تغسل هذا الأصبع بالماء الحار والخل. فامتنع هذا الدجال وأعرض وعرف دجله وكذبه. فهؤلاء يخدعون الناس، يأتون بأشياء لإقناع الناس، والناس البسطاء يعني ينخدعون بأفعال هؤلاء. كذلك السعي إلى إخراج المسلم من الإسلام بأمره ببعض الأمور الكفرية. كثير من الجهال ممن يذهب إلى السحرة، وبعضهم يذهب يريد أن يفك السحر عنه، وبعضهم يريد مثلا، راح جميع الأطباء والمعالجين ما نفعه شيء، فقيل له إنك مسحور، فذهب إلى الرقاة ما أفاده بشيء. فيذهب إلى أحد السحرة فيطلب منه أن يساعده، فيطلب منه هذا الساحر بعض الأمور والعياذ بالله الشركية، يطلب منه أمور شركية كأن يذبح بقرة أو دجاجة أو كبشا أو أن كذا، أو أن يتقرب إلى الشياطين بفعل محرم. وهذا المسكين، لأنه مريض ولأنه محتاج ولأنه تعب جدا، يقول أن الضرورات تبيح المحظورات. الضرورات بماذا؟ بالشرك والعياذ بالله. هل الضرورة تكون أن تشرك بالله سبحانه وتعالى؟ ما قيمة الحياة وما قيمة النفس إن كان هذه النفس ستذهب بهذا الشرك؟ وهل تضمن أن هذا، وهل هذا الشيطان وهذا الجني يستطيع أن يحقق لك ما تريد؟ وهل بيده الأمور؟ وهل يستطيع أن يفعل شيئا من دون مشيئة الله عز وجل وقدرته؟ وبعض الناس قالوا ذهبنا إلى هذا الساحر ففعلا فعل شيء. نقول هذا من كيد الشيطان، هذا من كيد الشيطان ومن امتحان الله عز وجل للإنسان، ينظر هل يصبر ويحتسب على مرضه وعلى بلائه، أم يكفر ويشرك بالله سبحانه وتعالى. فهنا تبتلى النفوس وتختبر، والإنسان المؤمن الذي يصبر في الضراء وفي السراء ويعرف أن لا أحد يستطيع أن يكشف له الضر إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يجلب له نفع إلا الله. ومن ذلك أيضا سحر التخييل، سحر التخييل. فالسحر قد يكون حقيقي، فعلا شيء حقيقي، كأن يصل الساحر بأداء إلى المسحور عن طريق قتله أو إمراضه، وقد يكون ليس هناك حقيقة له وإنما هو تخييل. ومن ذلك أن يرى المسحور ويخيل إليه أنه يفعل الشيء وهو لم يفعله. ومن أمثلة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخيل إليه أن يأتي الشيء ولا يأتيه، كان يخيل أن يأتي أهله ولا يأتيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك، أن أتاه ملكان فجلس عند أحدهما عند رأسه والآخر عند قدمه، فقال ما بال الرجل؟ فقال أحدهم مطبوب، فقال ومن طبق؟ فقال عاصم بن لبيد في مشط ومشاطة. قالوا أين؟ قال في بئر كذا وكذا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور، ولم يكن يعلم أنه مسحور، وأعلم بالمكان الذي فيه السحر، فذهب إلى ذلك البئر فأزال هذا السحر وحل عقده وانفك السحر عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا السحر لم يتعلق بأمور الرسالة وإنما تعلق بأمور شخصية إليه، وقد ذهب ذلك بكشف الله عز وجل ودعاء الله عز وجل. فهذا تخييل. كذلك من أنواع أن يرى الإنسان الشيء في خير أي شيء آخر، فيرى مثلا الجماد طيرا، أو يرى هذه الإبرة وهذا الخيط سيفا، ونحو ذلك من الأمثلة. ومن ذلك ما حصل لموسى عليه السلام، فلما أتاه السحرة، سحرة فرعون، فألقوا حبالهم وعصيهم، فخيل إليه موسى من سحرهم أنها تسعى، فرأى هذه الحبال وهذه العصي أنها حيت، فإذا حبالهم وعصيهم خيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل ليس حقيقة، وإنما للناظر يراها أن هذه، أن هذه ماذا؟ سحر، أن هذه أفعى، أن هذه ثعبان، وهي ليست كذلك، وإنما هي عصا، حقيقتها عصا. ولذلك لما ألقى موسى عصا فإذا هي تلقف ما يأفكون، فبطل ما كانوا يعملون.
فهذا هو سحر التخييم. هذا بالنسبة لأنواع الشرك المتعلق بأنواع التوحيد. نأتي الآن إلى الشرك في الحكم والطاعة، وأيضا يدخل في الشرك في الألوهية، وذلك لأن الحكم هو حق لله سبحانه وتعالى، حق لله عز وجل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فيجب أن يصرف إليه. من مقتضيات الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا أن يحكم الله عز وجل في كل شؤون الإنسان، في كل حياته، الحياة العامة في الحياة الخاصة. فمن حكم غير الله أو احتكم إلى غير الله فقد نازع الله عز وجل في شيء من خصائصه، في شيء من ما يجب أن يعبده فيه، وهو الحكم له. ومن ذلك الشرك في الحكم والطاعة أن يعتقد الشخص أن أحدا أن حكم غير الله أفضل من حكم الله، أو مثل أو يساوي، كأن يقول هذا الحكم وهذه القوانين مثلا الوضعية هي أفضل من حكم الله، أفضل من حكم الله. لماذا؟ يقول أن القوانين هذه يعني تواكب العصر، تواكب الواقع، أما الأحكام الله عز وجل لا تواكب العصر والواقع والعياذ بالله. أو أن يقول هذه الأحكام أحكام تفيد جميع الدول، أما أحكام الله فهي خاصة بالمسلمين، ولذلك تحكيم غير الله عز وجل هو أنفع لنا في هذا الزمان تحت سيطرة هؤلاء الكفار، فيحكم بأنها أفضل والعياذ بالله. أو أن يقول مثله، يقول حكم الله وحكم غيره نفس الشيء، كلها قوانين وكلها أنظمة، والمقصود بها ماذا؟ هو تنظيم حياة الناس. والقانون سواء استمديته من كتاب الله أو استمديته من آراء بشرية كلها واحد، فالمقصود بها تنظيم الحياة البشرية. فنقول هذا الشرك أكبر، لأن الله عز وجل قال فحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الثانية الآية الثانية وفأولئك هم الظالمون، في الثالثة قال فأولئك هم الفاسقون. فحكم الله عز وجل بأنهم يكفرون في بعض الأحوال، وهذا إذا اعتقد أن حكم الله أفضل، أن حكم غير الله أفضل أو يساوي حكم الله عز وجل. الصورة الثانية أن يعتقد أحد جواز الحكم بغير ما أنزل الله. هو ليس الصورة الأولى يعتقد أن حكم غير الله أفضل أو يساوي، الثاني ويقول هو حكم الله أفضل، هو حكم الله أفضل أو لا يساوي، هو حكم غير الله لا يساوي حكم الله. هو لا يقر بالأول، ولكنه يقول أنه يجوز لي أن أحكم غير الله، وأنا غير ملزم شرعا بأن أحكم شرع الله، فالأمر اختياري، إن شئت حكمت شرع الله، وإن شئت حكمت القوانين، وإن شئت حكمت أي قانون آخر، فالأمر مرده إلي. وهذا لا شك أنه كفر والعياذ بالله، لأن الحكم لله عز وجل، كيف يجعل الحكم لغيره، وكيف يجوز شيء لغير الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبار ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال عدي بن حاتم من سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكان من النصارى، قال يا رسول الله إنا لم نعبدهم، يعني لم نعبد الأحبار والنصارى. فقال أليس أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادة، اتخذوا أحبارهم وأربابهم ورهبان أربابا من دون الله، أربابا يعني رب من غير الله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه يجوز له ويجوز لغيره أن يحكم شرع غير رب العالمين، لا يجوز. فمن اعتقد أو استحل تحكيم غير الشريعة فهذا كفر والعياذ بالله أكبر. النوع الثالث أن يضع تشريعا أو قانونا مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم به. فإن اعتقد جواز الحكم بهذا القانون أو أنه خير من حكم الله، أو أنه مثله، أو أنه أفضل منه، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة.
فهذا لا شك أنه مخرج من الملة. كان يضع تشريعا أو قانون مخالف ما جاء في كتاب الله. أما إذا وضع هذا التشريع أو القانون وهو يعتقد أنه ليس أفضل وليس ساوي تشريع الله وأن تشريع الله أفضل وأحسن، فهل يعتقد، سؤال الآن، هل يعتقد يجوز له تحكيم هذا القانون؟ فإن اعتقد جوازه لا شك في كفره، إن اعتقد جوازه لا شك في كفره. أما إذا اعتقد أنه مضطر لتحكيم هذه القوانين أو وضع هذه القوانين ثم ألزم الناس بها، فهل يقال في كفره؟ هذا والله أعلم. الأقرب كما ذكر أهل العلم كالشيخ سليم بن تيمية والشيخ محمد إبراهيم والشيخ بن باز، أن من وضع تشريعا عاما ونظام عام بحيث لا يحيد الناس عنه وأمرهم بالتزامه فهذا مضاد لحكم الله عز وجل، ليس هذا حكم واحد، وإنما هذه أحكام وتشريعات عامة في جميع القضايا، فهو قد نحى الشريعة واستبدل بها شريعة أخرى. وقد قال الله عز وجل في حكم الجاهلية: يبغون ما يسمعون الله حكم لقوم يوقنون، وقال: ويحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال: فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى عنهم الإيمان، فنفى عنهم الإيمان. فمثل هذا قد يكون أيضا داخلا في الكفر الأكبر والشرك الأكبر إذا وضع تشريعا عاما، حتى ولو لم يعتقد أن هذا التشريع أفضل أو أنه يساوي الشرع أو أنه يجوز له. والغالب في مثل الذين يضعون هذه التشريعات أنهم يعتقدون جواز التحاكم إليها، وإلا كيف الإنسان يضع تشريع يلزم الناس به ثم لا يعتقد جوازه؟ هذا الكلام نقوله في تأصيل القضية، أما قضية تطبيقها على الأشخاص فهذا شيء آخر. فالحكم بغير ما أنزل الله، وبعض المسائل مثل السجود، مثل المحبة والخوف ونحوها، هي قد تكون شرك أكبر، ولكن تنزيل على الأشخاص هذا شيء آخر. القضية الثانية أن بعض هذه القضايا التي سبق ذكرها قد تكون من الشرك الأصغر في أحوال، لذلك ينبغي أن نعرف أحوال متى تكون شركا أصغر، كما سيأتي كلامه في محاضرات قادمة. كذلك من حالات الحكم بغير ما أنزل الشركية تكون كفرا من يحكم بعادات آبائه وأجداده أو عادة قبيلته، يسمونه أسلوب، وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله، وهو يعلم أنه مخالف لحكم الله ويعتقد أنها أفضل أو أن مثله أو أن يجوز التحكم إليه، فهذا الشرك أكبر. من يحكم بعادات الآباء والأجداد، في عادات أهل البادية قد يأتي شخص وفعل جرما أو فعلا، فيأتي مثلا القاضي منهم ويكون كبيرهم فيحكم على هذا الشخص بكذا، يحكم عليه بكذا. من أين أتى بهذا الحكم؟ من عندي رأسه وعقله وفكره، أو من عادات آبائه أو عادات أسلوب الذي تتبع هذه القبيلة أو تتبع هذه القبائل. فإن كانت هذا الحكم مخالف لشرع الله عز وجل وهو يعلم ذلك، فإنه لا شك أن هذا والعياذ بالله كفر، إذا كان يعتقد أنه يجوز له الحكم بها، يجوز له الحكم بها. وهذا المقصود بالأشياء التي تكون جاء الشرع بها. أما المسألة إذا كانت المسألة تحكيم في قضايا لا تخالف الشريعة، كأن طلب حكم من كأن تدخل سيد القبيلة أو حكم إليه في قضية من القضايا التي ليس فيها نص شرعي أو إنما هي راجعة إلى الرأي وليس فيها هناك شيء، فحكم لشخص على آخر، فهذا قد يدخل في قضية التحكيم وقد يدخل في قضية الصلح التي قد يجتهد فيها المجتهد ويكون له إما الأجر وإما الأجران. ومن صور أيضا الشرك الأكبر المتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله أن يطيع من يحكم بغير شرع الله عن رضا، مقدم لقول على شرع الله عز وجل، ساخطا لحكم الله ومعتقدا جوازه. وهذا كما سبق ذكرنا في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبار ورهبان أرقام من دون الله. ويسميه بعض العلماء شرك الطاعة، شرك الطاعة، وذلك أن يطيع غير الله عز وجل فيما يجب لله سبحانه وتعالى.
فهذا لا يجوز، وقد حكم الله عز وجل عليه بالكفر. ومن ذلك أيضا من يدعو إلى تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل، من يدعو إلى تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل، كمن يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية. المقصود بالقانون الوضعية القوانين التي يضعها البشر، وهي ليست من مستمدة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي خزعبلات وفلسفات عقلية وضعت، إما يأخذ من القانون الفرنسي والقانون اليوناني ونحوها، أو مختلطة من عدة قوانين ويجمعونها ثم يلزمون الناس بها. فمن يدعو إلى تحكيم هذه القوانين وأنها أفضل أو أنها أحسن أو أنها مناسبة للعصر أو أن جميع الدول هي اللي تطبقها، يجب أن ننضم تحت إدارة الدول، فهذا كله لا شك أنه من الكفر. أو الذي يدعو إلى تغيير بعض المبادئ الإسلامية، كأن يدعو إلى ويأمر ويدعو الناس إلى مثلا إلى التسوية بين الجنسين الذكر والأنثى، أو أن يدعو إلى التسوية بين الرجل والمرأة في قضية الميراث، فهذا تبديل تغيير لشرع الله عز وجل، وهذا لا يجوز. وقد جاءت في آيات سورة المائدة وفي سورة النساء آيات كثيرة في هذه القضية، في قضية أن الحكم لله عز وجل، فلا يجوز الصرف لغيره. وهذه الأمر وهو تحكيم غير الشرعي مما طم في بلاد الإسلام، وبعد كل البعد عن تطبيق الشرع، وهذه الأشياء مما تحاد الله عز وجل، تحاد دينه، وجعلت لأعداء الدين سطوة وسلطة على بلادنا، بلاد الإسلامية عامة. فيجب الحذر كل الحذر، ولكن يجب أن يتنبه إلى أن ليس كل من حكم الشرع غير الله عز وجل يكون كافر الكفر مخرج من الملة. فمن عدل عن حكم الله في قضية من القضايا لهوى في نفسه، وهو يعتقد في قرارة نفسه أن هذا ليس حكم الله وإنما وحكم الله كذا، ولكنه ابتعد عن ذلك لهوى في نفسه لمصلحة يريدها، فهذا يعتبر كبير من كبائر الذنوب وليس شركا. مثال قاضي من القضاة في بلاد إسلامية يحكم بشرع الله عز وجل، يحكم بالكتاب والسنة، أتته قضية من القضايا وعرف أن الحكم فيها كذا، وعرف أن الحكم فيها كذا، ولكن لأنه قدمت له رشوة مثلا، أو يريد إرضاء طرف على طرف مثلا لهوى في نفسه، فقلب الحقيقة وقلب الحكم وجعله لصالح الطرف الثاني، وذلك لنيل هذه الرشوة، لنيل هذه الرشوة لهذا المطلب الدنيوي. هذا الفعل محرم ولا يجوز، وهذا رشوة لا تجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وهذا قضى على علم ويعلم أن الحق ليس كذا، ولكنه انحرف لهوى في نفسه، فهذا لا يعتبر كافرا مشركا. نعم على خطر كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار والعياذ بالله، ولكنه لا يصل القضية إلى الشرك. لماذا؟ لأنه لا يعتقد استحلال هذا الفعل ولا يعتقد جواز هذا الفعل، ولكنه انحرف عن هذا الفعل لهوى في نفسه. فمثل هذه الحالة باتفاق أهل العلم أنها لا تعتبر كفرا، لا تعتبر كفرا. فإذا انحرف الحاكم وحكم بقضية من القضايا على مسألة من المسائل مع اعتقادي أنها ليست حكم الله وإنما فعل ذلك تجاوزا، فإن هذا لا يعتبر كفرا، وإنما هذه كبيرة من كبائر الذنوب. هذا ما يتعلق بالشرك في الألوهية، ما يتعلق بالشرك في الألوهية. وسبق تكلمنا عن الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. في الشرك الأكبر، وأحد النواقض
التي تنقض الدين والإسلام، ويبقى الكلام عن الكفر الأكبر وكذلك النفاق الاعتقادي. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم وأهلينا ووالدينا وذرياتنا أن نشرك به شيئا، وأن نجعله من وأن يجعلنا من عباد الله عز وجل الموحدين ومن عباد الله المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.